نوع جديد علي عمري ما قدمته قبل كده. علاقة مشروعة غيرت جلدي يا سرجالة. كانت مخاطرة. كانت تجربة ناجحة جدا. كان عمل فني أنا محتاجه، لأنه كان بالنسبة لي حاجة مختلفة عليا تماما يعني. وكنت في الفترة دي تحديدا كان لازم أقدم حاجة مختلفة. كان مسلسل اجتماعي في جانب رومانسي تشويقي، النوع جديد عليا عمري ما قدمته قبل كده. وياسر مش بس تجرأ على تقديم النوع ده من الأعمال، وإنما جازف واختاره عشان ينافس بيه في رمضان. كانت مخاطرة بس أنا شايفها مخاطرة محسوبة، لأن اللهم لك الحمد ولك الشكر السيناريو مكتوب حلو قوي، يعني مدام سامح الحريري كاتبه حلو قوي، وفي مخرج كبير أستاذ خالد مرعي، في منتج أستاذ محمد السعدي، أستاذ مها سليم. العمل كان تقريبا شبه مكفول له جميع عوامل النجاح. وفعلا الكفالة دي كانت في محلها، والتفاعل مع العمل أكبر دليل. أنا فرحان جدا لأن المسلسل نجح على مستوى النقاد وعلى مستوى الجمهور والسوشيال ميديا. ما كانش بالنسبة لي بس تغيير جلد أو أن أنا رحت لحاجة مختلفة تماما، لا، كانت تجربة مختلفة والحمد لله نجحت. واللي ساهم كمان في النجاح ده القصة اللي عالجت عدة قضايا اجتماعية. الموضوع بيقدم رسالة قوية جدا، بس من خلال بناء درامي جديد مختلف. طريقة الحكي في المسلسل كانت مختلفة، قفلات الحلقات المشوقة، الكاتبة كانت بتظهر ايه للجمهور وبتخفي ايه. يعني الجميع في البداية توقع ان فيها علاقة غير شرعية بتتم ما بين حسينة وما بين عمر، لكن بيكتشف بعد كده ان هما كانوا متجوزين وانفصل. والمسلسل كمان بيناقش قضية مهمة جدا، هي قضية الزواج الثاني وتأثيره على الأسرة المستقرة يعني. وفي نفس الوقت كمان بنتطرق للعنف ضد المرأة والزواج العرفي برضو، فكان مهم اني اعمل مسلسل ليه قضية وليه رسالة، وده اللي انا بقى حريص دايما في اي عمل بقدمه. وفي اي عمل لياسر نجوم كتار بيسعدهم انهم يكونوا معايا، والسنة دي داليا مصطفى شاركته البطولة بدور زوجته عليا. داليا عشرة عمري، يعني اشتغلنا مع بعض زمان كتير، وكان بقالنا فترة طويلة ما اشتغلناش، وكانت فرصة ان احنا نلتقي في المسلسل ده. داليا ممثلة شاطرة جدا وساعدتني كتير ان الاحساس يخرج بالشكل المناسب يعني. انا كنت سعيد ان اشتغل مع داليا. اما حسينة زوجته التانية فلعبت دورها مي عمر، اللي للمرة التانية بتجتمع في عمل درامي مع ياسر. مي انا اشتغلت معها قبل كده في الفتوة، وبصراحة انا مشوفتش منها غير كل خير، لانها انسانة ملتزمة جدا ومحترمة ومجتهدة الى ابعد حد، ودايما يعني احنا في بينا كيمياء يعني، فاهمين بعض يعني. احنا ساعات نفاجئ بعض على الهوا ببعض الرياكشنات وليها بتتجاوب معايا يعني.